العمليات، لكني في مستشفى النقيب بعدن أنهى برنامج الطبيب الزائر مخيماً جراحياً خيرياً استهدف معالجة تشوهات العظام الخلقية لذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة. قالوا لنا عملية ما قدرنا نصلح العملية، لكن الحمد لله جاءت البعثة وقعت لنا عملية والحمد لله. ولو ما يعني هذه العملية لو كنا تحملنا مسؤولية إعاقتها، لكن الحمد لله الآن تمارس عمل طبيعي مثل ما أي طفل. هؤلاء الأطباء يعملون بجهود ذاتية وإمكانيات بسيطة تحت مسمى رابطة جراحية العظام التي تستهدف المرضى من كافة المحافظات بدافع إنساني. هذا القسم الذي قسمناه بخدمة المريض، ما لا نسأل من أين أنت، من أي منطقة، ما انتمائك الحزبي، فقط نسأل ما يؤلمك. البعثة على مدى 5 أيام قدمت خدمات طبية لمرضى العظام من الأطفال ما دون سن 10، شاملة العمليات الجراحية والفحوصات والأدوية. أخذنا فيها العمليات لمجموعة من الأطفال الذين عندهم خلع وراثي أو خلقي في الورك، الذي إذا لم تجرأ لهم العملية خلال 5 سنوات الأولى أو 6 سنوات الأولى سيصبحون معاقين مدى الحياة. 100 حالة إعاقة على أمل معالجتهم ضمن مشروع الطبيب الزائر الذي تمكن ولأسباب مادية من إجراء عمليات جراحية ل10 حالات فقط. 10 حالات من إصابات العظام استهدفهم برنامج الطبيب الزائر لإجراء عمليات خلع الورك للتخلص من الإعاقة بعمر مبكر ومساعدة الأطفال على عيش بقية حياتهم بشكل طبيعي. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.